مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديثنا المسائي. ما زال معنا الدكتور عادل المسني وتحدثنا في الجزء الاول عن مصير المنحه السعوديه المقدره ب 70 مليون دولار لصرفها كرواتب لقطاع التربيه والتعليم. في هذا الجزء سوف نناقش مشاهدينا الكرام تهديد بالانسحاب من المشاورات على لسان جلال الرويشان. مؤتمر صنعاء يهدد ب يعني الانسحاب من المفاوضات لانه لم يتم ذكر اسم مؤتمر صنعاء. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أيضا ينضم معي مباشرة عبر الهاتف من عمان السيد كمال السلامي الصحفي المعروف من هناك. رحب بك سيد كمال، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. تحية لك سيد كمال. إذا هذا التهديد الذي أطلقه جلال الرويشان كيف يمكن قراءته، ولماذا الآن هذا التهديد بالانسحاب من المفاوضات؟ والله أختي الكريمة، أرى أنه هناك تحليل، هناك يعني المؤتمر الشعبي العام، جناح المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لا ينبغي أن نحمله أكثر من طاقته. يعني باعتقادي أنه التهديد هذا هو تحصيل حاصل، لا يمكن لجناح الحزب في صنعاء أن يذهب أبعد مما يعني بتنفيذ هذه الخطوة، لا يمكن له أن يصنع شيئا. الحزب الآن تهديده بالانسحاب من هذه المشاورات ليس الا محاوله يعني لاظهار ان في ايديهم شيء من القرار. الدليل على ذلك ان المؤتمر الجناح صنعاء لم يستطع حتى اليوم ان يحرك ملف تسليم جثه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ايضا ان هناك مساله المشاركه في المشاورات هي مشاركه اضطرار وليست اختيار، يعني بالنسبه لهم هم مجبرين على المشاركه، هم في حكم الاقامه الجبريه يعني. وبالتالي الحديث عن انسحاب وكذا يعني لا يمكن ان يؤخذ على محمل الجد. هم لا يستطيعون، القرار مسلوب من ايديهم وهم في قيد الاقامه الجبريه. هناك مساله اخرى في هذا الجانب تتعلق بما يتعرض له المؤتمريون في صنعاء في مناطق صيف الحوثي. هناك تنكيل ما زال مستمر حتى اليوم، هناك ايضا اقصاء لكوادر القيادات وحزب المؤتمر الشعبي العام وايضا الجراء. هناك يعني استمرار في سحب البساط من تحت المؤتمر، وبالتالي هذا مجرد يعني مساله تحصيل حاصل، حكايه انه يتم الانسحاب تحت احتجاجا على مساله التسميه، يعني لا اعتقد انها ربما هذا يقودني سيد نعم هذا يقودني يعني بدل يعني ذكر اشياء يعني تحصل كما تحدثت في صنعاء، هناك تنكيل بقيادات مؤتمريه لا يوجد الحديث حول ذلك، ولكن الان يعني يهددون لعدم ذكر اسمهم في المشاورات، وكما تحدث يعني ليس له قيمه حتى الان. طيب دكتور عادل، كيف تقرا هذا التهديد؟ هل الان اصبح للمؤتمر الشعبي العام جناح يعني صنعاء له قيمه او وزن بحيث انه يطلق تهديدات الان بانه سوف ينسحب من المشاورات؟ هل لديه اصلا وزن وهل ممكن يؤثر على العمليه التفاوضيه؟ في حقيقه الامر انا اتفق مع ضيفكم، المؤتمر الشعبي العام اصبح يعني فاقد القدرة على الحركة، المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أصبح أيضا يعني ذاب في الحركة الحوثية، وهذا نتاج أيضا مراحل كثيرة، منها المؤتمر الشعبي العام هو في الأساس حزب سلطة أسسه المخلوع، وبالتالي بموت المخلوع أعتقد أنه يعني فقد هذا الحزب مبررة بقائه. أيضا تركة الفساد التي تحمل خلال أيضا فترة كانت أيضا يعني عامل كبير في يعني تفتيت هذا وتفكيك هذا الحزب. الجانب الآخر، الثورة حينما قامت في 2011 أيضا شقت هذا الحزب، ثم جاء أيضا يعني ارتباط صالح المصيري بالحركة الحوثية فأحدث أيضا انشقاقات كبيرة، ثم كانت الطامة الكبرى بمقتل صالح على يد الحوثيين انتهى تماما وتبخر الأمل في إنعاش هذا الحزب، ثم شظى بعد ذلك الحزب المؤتمر الشعبي العام في أكثر من اتجاه. هناك مؤتمر في مع السلطة وقصدي مع الحوثيين، ومؤتمر مع الشرعية، ومؤتمر لا زال يبحث عن دور في الخارج. وبالتالي أعتقد أنه المؤتمر الموجود في صنعاء هو يعمل في ظل ميليشيا لا تعترف أيضا بأي هامش أو دور للحزب المؤتمر الشعبي العام، بل تحمله تركة فساد طويلة طالت خلال سنوات طويلة، وبالتالي هو تحت الإقامة الجبرية كما ذكر ضيفنا، ولا
ولا أعول على أي دور ممكن في المستقبل لهذا الحزب. أصبح تماما حتى المجتمع الدولي يتعامل مع الحركة الحوثية في كامل الشمال، وهو يدرك تماما أن كل قوالب الحزب السياسية يعني عناصر الحزب السياسية والحزبية والعسكرية قد ذابت تماما وتحولت إلى يعني تحوثت، وبالتالي أعتقد أنه أي مكان أو وزن أو قيمة للمؤتمر لم يعد له أي قيمة كما تحدث. يعني بمقتل الرئيس السابق علي عبد الله الصالح انتهى هذا الحزب كما تحدث دكتور عادل. طيب سيد كمال، ألا يمكن أيضا قراءة هذا التهديد في هذا التوقيت؟ ربما هناك مناورة حوثية، يعني استخدام أيضا المؤتمر الآن في صنعاء كورقة ربما لعرقلة اتفاقات ستكون قادمة، أو حتى عرقلة أيضا اتفاقات ستوكهولم. كيف تقرأ أيضا يعني لأن الميليشيات يعني سمحت له بأن يتحدث، فبالتالي ألا نقرأ أيضا دور للميليشيا في ذلك؟ أختك عزيزة، التهديد هذا ورد على لسان أحد أعضاء الوفد التابع لحزب المؤتمر أو الحوثيين، نعم. يحيى نوري أورده على لسان خالد الروي أو جلال الرويشان أيضا رئيس الوفد أي جناح المؤتمر في الوفد، نعم. باعتقادي أنه إلى حد الآن حتى التهديد جاء على شكل يعني كان خجولا، وبالتالي لا يمكن التأويل أبدا على هذا، والحوثيين ليسوا بحاجة للمراوغة بالمؤتمريين. المؤتمرين الآن في صنعاء هم مسحوقين وليس لهم أي قرار وليس ولا أيضا ليس لكلامهم أي قيمة أو وزن لدى الحوثيين. بإمكانك يعني بين ليس وضحاها الحوثيون يقدمون على خطوه يعتقلون الجميع ويدعونهم السجون ان لم يكونوا الان كما ذكرنا في قيد الاقامه يعني الجديد. ولا يمكن قراءته سيد كمال ان ربما يعني المؤتمر يعني تجرأوا الان ربما ويريدون ان يكون لهم دور مسموع ويكون لهم دور في المرحله يعني القادمه؟ طبعا هناك محاوله للمؤتمر يعني من باب ان نحن هنا موجودون، يعني محاوله من المؤتمرين في صنعاء لانه هناك انتقادات كثيره جدا لهم بانهم تماهوا مع المشروع الحوثي حتى اصبحوا جزءا منه، وحتى لو تلاحظي تصريحات في القيادات المؤتمريه في جناح صنعاء، نعم. من حسين حازب الى فلان الى كلها تتماهى تكاد احيانا تكون ملكيه اكثر من الملك. هؤلاء هناك محاوله لمواجهه انتقادات من خلال اطلاق بعض هذه التصريحات التي فقط تسعى لاظهار ان هناك شيء من القرار يتمتعون به، لكن باعتقادي انه لا قيمه لذلك في ميزان السياسه ابدا. الحوثيون مسيطرون على كل شيء، والوفد الحوثي بل حتى الوفد غير قادر على اتخاذ قرار الا بالرجوع الى زعيم الجماعه، وبالتالي نحن نتعامل مع جناح مع طرف واحد وحيد هو الميليشيات الحوثيه الانقلابيه، اما بقيه الاشياء فهي مجرد تفاصيل ولا قيمه لاي محاولات او تصريحات او تهديدات تطلق من هنا وهنا. نعم، اذا يعني كما تحدث سيد كمال يعني جناح تماهى مع الميليشيات الحوثيه وليس له اي وزن وليس له اي قرار اليوم. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد كمال السلامي الصحفي من عمان، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. وفي هذه النقطه تحديدا يعني اذا كان يتماهى مع الميليشيات وربما سمحت الميليشيات بان يكون هناك تهديد يصدر عن يعني حزب المؤتمر صنعاء، فبالتالي باعتقادك هل لو انسحب فعلا من المفاوضات يعني هل سيكون هناك فرق؟ لا 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 اعتقد انه لديه القدره والامكانيه على الانسحاب، لكن هذه الورقه ايضا توظفها الحركه الانقلابيه لصالحها، بمعنى تريد ان توحي للمجتمع الدولي وللداخل بان هناك يعني مناخ سياسي وان هناك هامش ايضا للاحزاب السياسيه داخل صنعاء، وانه يشكل ايضا وفد الحوثي تنوع سياسي موجود وليست ميليشيا كما يدعي الطرف الاخر، بالعكس هناك حزب مؤتمر شعبي عريق وكبير وموجود وحاضر في هذه المفاوضات ويقول ويدلي أيضا بتصريحات ويمكن أيضا أن يهدد بانسحابات ومن هذا القبيل، وبالتالي الحركة الحوثية دائما تدعي بأن هناك أحزاب سياسية منضوية أيضا في إطار الحركة الحوثية ليست ميليشيا كما يدعو ذات يعني عقيدة مذهبية طائفية مناطقية، لا هي تمثل مناخ سياسي واسع داخل الشمال ومنها المؤتمر الشعبي العام الذي له حضوره الكبير داخل المجتمع اليمني، وبالتالي هناك قيادات مؤتمرية أيضا تقول لها رائق مخالف ايضا عن الحركه الحوثيه، وهذا ايضا يحسب بالنهايه لصالح الحركه الحوثيه ويعطي ايضا مؤشر يعني يعطي مؤشر ودلاله بان هذه المسرحيه طبعا يعني سوف تنطلي على الامم المتحده، هل سيكون لها دور، هل سوف يعني توافق على يعني هذه التصريحات وربما يعني تسمح بان يكون حزب المؤتمر جناح صنعاء دور في مفاوضات مقبله؟
لا هو يفاوضون الآن في ظل الحركة الحوثية، لكن أعتقد أنه الحركة الحوثية تريد أيضا أن توسع الهامش بهذا الشيء وتلعبها كورقة أيضا سياسية في هذا الإطار. لا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام يريد أن يبتز الحركة الحوثية يعني توسيع يعني مساحته داخل الشمال، كما يبتز أيضا الحركيين الشرعية والمجتمع الدولي بالتهديد المستمر بأنهم أصبحوا أمر واقع ويريدوا أيضا أن يفرضوا يعني وجودهم في المفاوضات. لكن أعتقد أنه الهامش فقط يعني سياسي، تريد الحركة الحوثية توحي بأن هناك أيضا تنوع سياسي داخل الشمال، وأن المؤتمر الشعبي العام حاضر، لأن الآخر يتهم بأن هناك طرف أحادي موجود في المفاوضات وأيضا في الشمال، وهذا أيضا يناقض المرجعيات ويناقض أيضا المفاوضات السابقة التي كانت في الكويت وغيرها، كان هناك وفد مستقل للمؤتمر الشعبي العام. طب اعتقدك هل سيكون لهم دور يعني ردة فعل أيضا هناك يعني كما تحدثنا تشظي لحزب المؤتمر الشعبي العام، باعتقادك أيضا يعني حزب المؤتمر سواء كان في القاهرة أو حتى في السعودية، هل باعتقادك سيكون لهم دور أو لهم ردة فعل إذا ما حدث، إذا هذا التهديد؟ في الحقيقة على المستوى الميداني لا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام يمكنه أن يعول على يعني دور مستقبلي له في قادم الأيام، قلنا لأسباب كثيرة جدا، فقد أوراقه استهلك تماما في الساحة اليمنية. المؤتمر الشعبي العام الآن ممثل في رموز منتفخة بالفساد سواء الموجودة في القاهرة أو في الإمارات، وهي أوراق يستخدمها أطراف متعددة سواء الحوثيين أو الإماراتيين أو السعوديين، وبالتالي لا أعتقد أنه لديه أجندة متعلقة أيضا بتطلعات المؤتمرين الموجودين في الميدان، إن كانت هناك لا زالت موجودة هذه التطلعات، أو يعني لا أعتقد أنه هناك يعني في تواصل مع القاعدة. هذه القيادات يعني فقدت تواصلها مع القاعدة قلنا، وأيضا هي فاسدة وأصبحت أيضا مستهلكة وتستخدم لأجندات خارجية، وهذا جزء كبير من هشاشة ضعف هذا الحزب. ولا أعتقد أنه الحزب أي دور، إذا كانت شرعية بحجمها بأحزابها التقليدية الكبيرة مثل الإصلاح والمشترك وغيره غير حاضرة وغير موجودة في الميدان نتيجة أيضا لجهود إقليمية كبيرة تعطل أيضا دورها، فكيف بالمؤتمر الشعبي العام الذي استهلك خلال 30 عام وتشظى في كل أنحاء البلاد. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل المسني الكاتب والمحلل السياسي المعروف، شكرا جزيلا لتواجدك معنا الليلة، ونشكر كل من انضموا معنا في حلقة الليلة، دكتور عبد الله لملس وزير التربية والتعليم، وكذلك الصحفي من عمان السيد كمال السلامي. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.